السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الصف الخامس الابتدائي. تعالوا مع بعض هنحل النهاردة من يونت 1 مجموعة من الصفحات من كتاب المعاصر 2021 الترم الأول. هنحل مع بعض صفحات 44 و 45 وكمان صفحة 50 و 51، بيج 44 و 45 و 50 و 51. طيب الصفحات دي هي كلها موجودة في كتاب المعاصر وطلبت مننا اللي احنا نعملها لكم، فعشان كده ان شاء الله بدأنا في ان احنا نبدأ نحل من كتاب المعاصر بناء على طلبكم. بذكركم ان معاكم قناة الانجليزي اسهل مع ميس سارة سامي. ما تنسوش الضغط على زرار الاشتراك سبسكرايب وكمان تفعيل رمز الجرس بالضغط عليه، وبالنسبة كمان لصفحتنا على الفيسبوك وما تنسوش متابعة واعجاب بالصفحة والانستجرام. تعالوا مع بعض نبدأ حل الصفحات اللي احنا ذكرناها. اول حاجه سؤال بيقول لي سيركل، اعمل دايره the old word، على الكلمه اللي عايزين نحذفها and replace it with a correct one. طيب تعالوا نشوف بيقول هنا هنختار ايه. طبعا هنا camp tent bedroom كلها اماكن، هشتال طبعا هوز لان دي اداه استفهام، يبقى احط برضو مكان. عندي مكان على سبيل المثال زي school او house مدرسه او المنزل. طيب عندي الثاني، السؤال الثاني هنختار طبعا فيش هي المختلفة، ولأن بقية الحاجات كلها حاجات أدوات مطبخ تستخدم زي الأطباق أو الأواني، فهنحط بدلها كوبس اللي هي الفناجين. طيب نمبر 3 هنشيل طبعا كلمة كارد، وناخد بالنا إن الأفعال دي كلها في زمن الماضي ولكن هي غير شاذة، هي أفعال بيتضاف لها إي دي، يبقى أنا هحط برضو فعل ما هوش شاذ ويتضاف له إي دي، زي كلمة زي الفعل watch زودنا له watched بقى إي دي بس اتزودت له. نمبر 4 هتبقى glasses، وهنحط بدلها طبعا breakfast. ليه breakfast؟ بحاول بس هو الكتاب بحاول أفتحه لكم عشان تشوفوا الحروف مكتوبة مظبوط اهو. جلاسز ليه اخترناها؟ لان هنا بيتكلم على اللانش والدينر والسناك، اللي هي الوجبات اللي بناكلها سواء الغداء او العشاء او السناك اللي بناكله ما بين الوجبات، يبقى انا لازم اجيب وجبه يبقى زي البريكفاست. طيب عندي نمبر 5 هنختار جلاسز برضو، لان هو جايب لي هنا وجبات او اطعمه، يبقى اشيل الجلاسز واحط بيتزا. بحاول افتح لكم مواضيع بحيث ما نحلش وبس، لا ابقى معرفكم طريقه الحل، بنحل ليه هنا دي وليه هنا دي عشان تساعدكم بعد كده في اجابات الاسئله الثانيه. طيب نشوف بقى fill in the gaps، املا الفراغات using the words، باستخدام الكلمات in the box في الصندوق اللي هو الاخضر ده. طيب عندي هنا بيقول yesterday بالامس we were at the campsite، احنا كنا في الكامب سايت اللي هو المعسكر. my mother washed ذا، غسلت ايه؟ نقط اند نقط. دايما خدوا بالكم دايما بتجيلي بوتس نمبر 1 اند بانس، دايما بتيجي سواء في الاختياري سواء في السؤال زي في الانسا جابس، بتيجي دايما كتير، دايما بتيجي مرتبطه ببعضها بوتس اند بانس. طيب نمبر 2 ماي سيستر، اختي ماي سيستر كليند ذا تنت، نظفت اختي نظفت الخيمه. ماي براذر كلايمبت the mountain، تسلق الجبل. and watch the، وشاهد ايه اللي هيشوفه؟ sunrise اللي هو شروق الشمس. طيب in the morning في الصباح. I played، انا لعبت. بلعب بايه؟ بالكاردز بالكروت او الاوراق. with my father، مع والدي. and listened to my grandfather's stories، واستمعت للقصص بتاعت جدي. السؤال اللي بعده rearrange، رتب the following words، الكلمات التالية to make correct sentence. طب انا عايز اتعلم ازاي ترتيب الجملة ايه؟ انا لو هو سؤال هيبقى عندي اداة الاستفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل. طيب ما عنديش اداة استفهام يبقى على طول فعل مساعد، فاعل، فعل، وبعدها بقيت الجملة بقى. طيب لو ظرف، لو صفة، اي مكملات جملة بقى بعدها. طيب لو عندي جملة، الجملة بتتكون من ايه؟ فاعل وفعل ومفعول به، تمام؟ يبقى انا همشي على الصيغة دي في كل حاجة. طيب اول حاجه عندي في كويتشن مارك، يبقى ده سؤال في اداه استفهام، لا في ايه؟ فعل مساعد ديد، يبقى ديد اجيب الفاعل بقى زي فعل لاف، ديد زي لاف اد جوكس، هل هم ضحكوا على النكات؟ طيب نمبر 2 اي اداه فاعل، فاعل فين؟ واتشد، واتشد ايه بقى؟ ذا سان رايز، شروق الشمس. طيب هوز اداه استفهام وفعل وكويتشن مارك في الاخر اللي هي علامة الاستفهام، يبقى whose glasses، لمن هذه النظارات؟
our zoos. ونحط كويتشن مارك. For she cooks our breakfast. هي طبخت الفطار بتاعنا أو عملته لنا. طب نمبر 4 بيقول لي باراجراف. لوك انظر and write a paragraph. يجيب لي صورة وبيقول لي اكتبي 5 جمل عليها. جميل قوي. انا هحاول اكتب الجمل اللي الطالب او ابني او بنتي بيبقى سهل عليهم كتابتها. طيب مش عايزين نكلكع، مش عايزين نجيب جمل صعبة تيجي تتكتب ننسى حروفها فننقص عليها درجات. الموضوع يعني ابسط من كده. هنكتب جمل زي ايه؟ بنقول we are at the campsite. يبقى احنا في المعسكر. We are happy. احنا سعداء. My grandfather جدي tells us a story. بيقول لنا ايه؟ حكايات او قصص. We like it. احنا بنحبها. There is a tent. يوجد خيمة. It is a nice day. وهو يوم جميل. كلمات بسيطة وسهلة وما يش فيها كلاكية خالص. طيب نيجي للبانكتويت. البانكتويت ده اول حاجة ببص عليها اول كلمة كابيتال، اخر الكلمه لا اما فول ستوب لو هي جمله، لا اما كويتش مارك لو هي فيها اداه استفهام او فعل مساعد بيسال عن شيء. ما لقيتش دول ابدا ابص بقى على حروف الكابيتال والحروف السمول. ما لقيتش ده اشوف العلامات اللي هي ايه الابوستروف اللي هي الصغيره دي، الواو الصغننه، سواء على السطر كوما او سواء ابوستروف موجوده فوق اختصار لحاجه. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. ديد علي طبعا دي كابيتال وفي الاخر كويتش مارك. طيب هنا نو الان طبعا كابيتال والكوما على السطر انه هو في الاخر حطيت لي الفول ستوب. انا ليا حاجتين بس في البنكتويشن باخد بالي منهم بشوفهم، فانا جبت الان كابيتال والكوما اللي على السطر. طيب خلصنا مع بعض البيجز دي، تعالوا نشوف بقيه الصفحات اللي معانا. نيجي مع بعض في بيج 50 و 51 51. طيب تعالوا نشوف اسئله عباره عن ايه. بيقول لي listen، جزئية مهمة جدا ودي ممكن سهلة قوي عشان نرمي منها درجات. listen and circle، استمع واعمل دايرة. هتسمعوني وتعملوا دايرة عندكم في الكتاب وفي الآخر نشوف الإجابات الصح مع بعض. أول كلمة هتبقى number one flower، flower. number two tree، tree. number three smile، smile. خلصتم؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض الإجابات. زي ما انتم شايفين معايا الإجابات اهي، نمبر 1 فلاور عليها السيركل الدائرة، و 3 الشجرة، سمايل نمبر 3 يبتسم. طب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. سيركل ذا اود وورد اند ريبليس ات ويز ا كوريكت وان. طبعا احنا ترجمنا رأس السؤال ده خلاص، هنعمل دايرة ونحذف اللي ايه مختلف. هنعمل هنا دايرة حوالين كلمة فلاور ونحط بدلها كات او كوك. قط طبعا ده فعل من الافعال اللذيذه جدا اللي هو اساسا المضارع زي الماضي زي التصريف الثالث بتاعه، فده من الافعال الجميله جدا اللي هو سهل حفظها. بتكتبه وبتكتب جنبيه اي فعل تاني بحيث تبقى في الامان. طيب نمبر 2 هنختار تشيز ونحط بدلها اي وسيله مواصلات وليكن بلين طائره. نمبر 3 هنشيل دوك ونحط بان او نحط كاب اي اداه من ادوات المطبخ او سبون. طيب نيجي بعد كده نمبر 4 هنشيل كلمة سبون ونحط بدلها أي حاجة من الأكلات زي إج. نمبر 5 هنشيل كلمة بلين طيارة ونحط بدلها أي فعل زي إيت. طيب نمبر 3 برضه هنملأ الفراغات. هيقول ماي ماذر هاز أ فيش، أنا والدتي لديها سمكة. فاذر لايكس فيش، والدي بيحب السمك. ماذر بوتس ذا فيش أون أ، هي وضعت السمكة في إيه؟ دش، في الطبق. The dish is full of crabs. She not lunch for father. هي عملت ايه؟ She cooked، طبخت الغداء ايه للأبوهم طبعا للأب. Father ايه put bread، اشترى خبز. He ate fish، اكل الماضي من eat يأكل. Ate fish and crabs. طيب خلصناها كده. نيجي اللي بعده نمبر 4 الترتيب. قلنا I eat with a spoon، انا باكل بالمعلقه. طب did he eat any cheese، هل هو اكل اي جبنه. My mother cooks our breakfast، هي جهزت لنا او طبخت لنا الفطار. طيب بعد كده عندي 4 did she play on the slide، هل هي بتلعب على الزحليقه. طيب
نيجي بقى نشوف، نكتب هنا 5 جمل برضو، هنختار 5 جمل سهلين. هنقول ايه؟ there is a boy، في ولد، there is a slide، وفي كمان اللي هي الزخرفية اللي انت شايفينها. the boy is happy، والولد مبسوط. the boy wants to play، عايز يلعب. the boy is nice، الولد بيكون ايه؟ كويس. طيب نيجي لسؤال بانكتويت، وده اخر سؤال معانا في الفيديو ده. بيقول لي طبعا احنا عرفنا خلاص ان انا عندي 2 بس، بطلع حاجتين في البانكتويشن في السؤال بتاعنا. اول حاجه عندي كابيتال، هي اساسا اوريدي كابيتال، يبقى انا ادور على 2 تانيين. حرف الار عشان ده اسم بنت اسمها ريحاب، لازم اول حرف منه كابيتال، وفي الاخر اداه استفهام اهي، يبقى لازم في الاخر كويتشن مارك علامه الاستفهام. طيب نيجي نشوف اللي بعده. اول حاجه لازم الكابيتال اول حرف، واشوف اخر الجمله محطوط فيها حاجه، مش محطوط يبقى انا احط، لان دي جمله يبقى فول ستوب. بس كده خلصنا الفيديو بتاعنا. اللي عجبه شجعونا لو انتوا عايزين نكمل في مرحله سنه 5 ابتدائي نعمل الاجابات بتاعت، طبعا احنا القناه اوريدي فيها الفيديوهات بتاعت سنه 5 والترمين بالمراجعات، لكن الاسئله بتاعت كتاب 2021 للمعاصر طبعا مختلفه شويه. فلو انتوا عايزين نكمل معاكم في الموضوع ده ورونا في التعليقات علشان نستمر معاكم في حل الاسئله اللي في كتاب المعاصر. دمتم في امان الله.